ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي عملنا مع بعض طرق حلوه قوي قوي لتجفيف النعناع والحفظ بيه في الفريزر وعملناه حاجات حلوه قوي. تعالي نشوف عملنا ايه. عملت اول حاجه ازاي ان انت تنشفيه، ده الموسم بتاعه الوقتي، الموسم بتاعه كله بتاع شهر 4. نجيب النعناع ونفرزه. بصي النعناع بعد ما تنشف معايا وتحول معايا لناشف، بصي بقى لونه اخضر ازاي، مش لونه غامق. هتعرفي كل الاسرار النهارده في الفيديو. الفيديو هيعجبكم قوي قوي قوي، وعايزه احلى لايك لاحلى جيجي. وكمان قطعنا شويه وحطيناهم في الفريزر وقلنا بنستخدمهم في ايه وفي ايه وفي ايه، وازاي تحتفظي بيه ويبقى معاكي زي الفل لو هتعملي لو عملتي محشي ولا اي حاجه وبتحبي يبقى فريش وما عندكيش وقت ولا عندك ما بتحبيش الناشف ومش عارفه تجيبي من بره، هتعمليه وهنشيله في الفريزر. هتعرفي كل التكات في الفيديو النهارده. وكمان عملته قوالب علشان نعمل احلى عصير ليمون بالنعناع، وهبهركو يعني هبهركو. بصي القالب هناخده على الخلاط على طول، هنعرف برده عملناه ازاي. هناخده على الخلاط على طول ونحط معاه الليمون ونشوف. يلا بينا نروح مع بعض نشوف الفيديو، بجد بجد هيعجبكم قوي. والحلقه النهارده حصري على قناه الشاشه فود من مطبخ جيجي على قد ايدي. ويلا بينا نروح مع بعض نشوف الفيديو حبايب قلب جيجي. ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض ازاي تشيلي النعناع وتفرزيه على الطريقه بتاعتي. طبعا مش هيتفرز يعني تشيل في الفريزر، لا احنا هنشيله ناشف تمام، بس في طريقه تانية كمان. ايه هي بقى؟ هشيله في الفريزر لايه؟ لما اجي اعمل ليمون بالنعناع عشان يفضل اخضر، لو هعمل شاي بالنعناع، لو هتعملي اي حاجه ويفضل معاكي ورق كده اهو مش ناشف تمام. هقول لك برده على الطريقه دي تعمليها ازاي. النهارده الحلقه حلوه هتعجبكم قوي على طريقه اللي هي حفظ النعناع. طبعا اليومين دول الموسم بتاع النعناع يا جماعه، شهر 4 كامل لشهر 5، تفضلي بقى تخزني فيه النعناع بتاع السنه كلها، لان دي الاوان بتاعه والزرعه بتاعته. تجيبي بقى بالكيلو، جيبي بالحزمه، جيبي بقى زي ما انت عايزه. المهم هنجيب بقى كده اهو النعناع. انا طريقتي هعمل ايه؟ هقرطفه كده اهو زي الملوخيه اهو كده اهو بالشكل ده، وهحطه بقى في مصفى تمام اهو. هشيل كده اهو العيدان بتاعتي، ولو لقيت طبعا واحده مش حلوه هنستبعدها. بص بقى بالنسبه بقى للعيدان دي، احنا شلنا الورق، العيدان دي تنشفيها برده وتطحنيها وتحطيها. على فكره الفايده كلها في العيدان دي، ما ترميش حاجه، بس الحته الناشفه اللي تحت دي بقى خالص بلاش منها تمام. يعني تاخدي الجزء الطري اللي هو ده، ده كل ده الطري من اول هنا بقى، تروحي قصه كده بالمقص تستبعدي ده وتاخدي ده تحطيه برده ينشف. وبعد كده تكسريه تطحنيه في المطحنه، هيتكسر بسهوله ما تقلقيش، بس ما تاخديش الناشف ده زي ما قلت لك عشان ما يبوظ، لما ينشف هيبوظ لك المطحنه لانه ناشف قوي. هناخد من اول هنا اهو كده اهو، بصي ده كده اهو طري في ميه اهو، لو انت شايفه كده اهو، بصي طري معايا في ميه. يبقى انت هتاخدي الجزء ده، هنقطع بقى كده اهو طبعا بالمقص هيكون اسهل بالشكل ده. هتاخدي بس الجزء ده هتنشفيه كويس قوي، وبعد كده هنطحنه ونحطه برده في المطحنه. بعد كده هيتحول معايا البودر، ده بقى حلو قوي ريحته، ده بقى يعني الجذع نفسه بيبقى مليان ريحه النعناع اكتر من الورق، وفي فايده خدي فايدته كمان، ما نرميش حاجه زي ما اتفقنا كده، بس اللي هترميها الجزء اللي هو الناشف اللي بقول لك عليه ده اللي مش هيتطحن. طيب هعمل انا بقى الكميه كلها واحطها في الباسكت هنا اهو، طبعا هشطفها كويس جدا جدا، وبعد كده اهو هنشفها. في طريقتين للتنشيف، يا اما تسيبيه في مكان فيه هواء، بس اوعي تحطيه في الشمس، لو حطيت النعناع في الشمس ما بيبقاش اخضر، بيبقى لونه اسود، بيتحول لبني كده، بيتحرق من الشمس، الشمس بتحرقه فبتبوظ اللون بتاعه تمام. احنا هنحطه في صينيه كده كبيره كبيره كبيره، نفرده ونوزعه عليها ونحطه في الهواء في حته هاويه لغايه لما ينشف خالص خالص، وبعدين هوريكم شكله بعد ما ينشف ان شاء الله. ده بالنسبه للايه؟ للي هو الورق ده. طيب بالنسبه بقى ان احنا عايزين نشيله في الفريزر، هنشيله ازاي؟ هقول لكم دلوقتي حالا، خليكم معايا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل مع بعض ايه. بصي هنجيب كده اهو النعناع بتاعي الاخضر كده اهو تمام
كده اهو زي ما هما كده. هاخد الحبه دول مثلا لو هعملهم على كوبايه شاي او احطهم على الخلاط. طبعا الصيف جاي هنعمل نعناع بالليمون، عايزه اقول لك كده بيفضل اخضر وطعمه احلى بكتير من ما بيبقى ناشف، ولما بيبقى ناشف بيجي تيجي تحطيه في الخلاط بتلاقيه ان هو ايه بيبقى فيه شوائب، انما كده اخضر بيبقى جميل قوي لما بيتطحن. وبعدين ما بتلاقيهوش غير فهو في الاوان ده. طب نعمل ايه؟ هتجيبي كده اهو القالب اللي هو بتاع التلج ده، هنحط فيه الحبه بتوع النعناع تمام، وهنزود عليهم ميه، هنكمل ده ميه، وهنحطه بقى يتفرز في الفريزر كل مكعب لوحده على قد الايه، بس تفرزيه بميه، تحطي حبه ميه هوريكم برده، احط حبه ميه كده اهو وهدخله الفريزر يتجمد ويتحول معايا القوالب. القوالب دي هاخدها بعد ما تتجمد هحطها في كيس، هنجيب كيس بتاع تلاجه طبعا نضيف اهو، وهنعبي فيها قالب قالب، وهيبقوا كل واحده متفرزه لوحديها ما تقلقيش، المهم ان هي تتجمد كويس. هتاخدي القالب ترميه في الخلاط مع الليمون بتاعك وتعملي احلى عصير ليمون بالنعناع، ما شربتيش زيه ولا هتشربي زيه. على فكره الليمون بالنعناع ده حلو قوي قوي في رمضان يا جماعه، من المشروبات الحلوه اللي ما بتحسسكيش بالعطش نهائي، وطبعا فايده حلوه ومهدي كمان للاعصاب، عشان دايما في رمضان بيبقى اعصابك مشدوده. لا اسقيهم ليمون بالنعناع حلو هادي، حاجه حلوه قوي هتعجبك جدا. طيب ممكن يا جيجي نستعمله تفريز تاني؟ اه ممكن نفرزه بطريقه تانية. ازاي؟ هنجيب معانا مثلا ان اهو الطبق ده بتاع الثلاجه، او هنجيب علبه بلاستيك محكمه الغلق، او هنجيب اكياس بتاع الثلاجه، المهم الشيل ده بتاعك انت. هاخد بقى كده اهو حبه من النعناع، بصوا هوريكم اهو، هاخد كده اهو حبه نعناع كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، وهبتدي ان انا اقطعهم زي ما بقطع الخضره بالظبط تمام اهو، اكنك بتقطعي ايه بقدونس كزبره شبت بالعيدان بتاعتها اهي، بس مش بالعيدان من تحت، بالعيدان الطريه اللي من فوق. هفضل كده اهو اقطع كده اهو في النعناع بتاعي اهو، لغايه بقى لما ايه املى بقى العلبه بتاعتي او املى الكيس، واهم حاجه بس يبقى ناشف جدا جدا من الميه علشان ما يتعكش ويلزق في بعضه، يعني ده لما هيتفرز هيبقى لازق في بعضه مكعب واحد. ده بقى عايزاه بعد ما يتغسل تروحي منشفات كويس قوي قوي قوي، تنشفيه كويس قبل ما تقطعيه، وبعد كده بقى تحطيه بقى في الاطباق او تحطيه في الاكياس او تحطيه في العلب بالغطا، وتكتبي عليه نعناع اخضر فريش. ده بقى هتستعمليه في الفريزر، تطلعيه وهو مجمد، ترمي حب ترمي حبه على طول على المحشي بتاعك. لو عامله محشي بتحبي تحطي فيه نعناع فريش، وانت مزنوقه وبتحبي النعناع الفريش وما عندكيش حد يروح يجيب لك نعناع فريش، وفي اوقات كتير ما بيبقاش فيها النعناع الفريش حلو او موجود، فهتستبدلي وتشيلي. احنا الموسم بتاعه الحاجه دلوقتي في الموسم بتاعها تتشال يا جماعه، احلى حاجه تشيليها في الموسم بتاعها. المهم ايه، هقطع انا الكميه وهفرزها في الفريزر، وهعمل القوالب دي كمان، وهقرطف الحبه اللي هنشفهم، وبعد كده اهو هنرجع تاني مع بعض نشوف النتيجه، والنتيجه هتبهرك يعني هتبهرك، وهفضل ابهر فيكم كده على طول يا حبايب قلبي جيجي. ولسه عندي مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت، استنوني كل الجديد عندي. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي جيجي، نشوف بعد ما النعناع بتاعنا ينشف. اهم حاجه النعناع لما تيجي تنشفيه باكد تاني ما يتحط في الشمس، يتحط في حتة فيها هواء. ازاي يا جيجي؟ عندك تحت ترابيزة، تحت كرسي، فوق الترابيزة، المهم بس يكون حتة هاوية، ما تكونش حتة بيدخل لها الشمس عشان الشمس هتغمقه معاكي. يا اما لو عايزة تعمليه وتجيبي صينية كبيرة وتدخليه الميركويف عندك ينشف فيه، او في الفرن بعد ما يسخن تدخليه ويتحول معاكي الناشف، ما فيش مشكلة برضو ممكن تعمليه، هيبقى اسرع يعني في خلال يوم واحد هتلاقيه نشف معاكي وهيبقى زي الفل. فعندك كل الحاجة، مش حرمكم من اي حاجه وتحدي، وهبهركم يعني هبهركم. هنستنى بقى بعد ما ينشفوا ان شاء الله ونرجع تاني مع بعض. ما تنسوش احلى لايك احلى شيشه. تعالوا بقى نشوف النعناع بتاعنا بعد ما خلص، بجد بجد هيعجبك جدا جدا جدا. اول حاجه انا نشفته كويس قوي قوي اهو، ناشف معانا اهو، بصي لونه اخضر ازاي وهو ناشف. في ناس كتير جدا جدا لما بتيجي تعمله وتشي وتنشفه بيسود معاها، اهم حاجه ما تعرضوش للشمس، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت تكوني منشفاه كويس قوي، الميه لو عليه ميه الميه بتسوده، بصي لونه اخضر ويفتح النفس وهو ناشف ازاي.
بصي جميل ازاي، زي ما انت شايفه كده عامل معايا برطمان كبير كده، وده البرطمان ده كيلو اللي هو بتاع كان عندي بتاع نسكافيه ده كده مليته، وطبعا فرقته كده شويه اهو علشان يملى البرطمان. بجد بجد اللون تحفه، يا اما لو عايزه تنشفيه في الفرن برده هيديكي نفس اللون ده. وادي اللي احنا قطعناه وشلناه في الفريزر اهو، قلت لك تطلعي منه تحطي منه على محشي، تحطي منه على اي حاجه بتحبي تحطي عليها نعناع، او عايزاه يفضل اخضر معاكي في الفريزر اهو بالشكل ده كده، هم مقطعينه وحاطينه معانا في الفريزر تمام كده اهو. وادي اللي انا عملته اهو اللي هنعمل منه احلى عصير ليمون بالنعناع. بصي بقى، بصي لما اتعمل في قوالب التلج، بصي ورقه النعناع جوه ازاي محتفظه بالخضار بتاعها والفايده بتاعتها، وفي المكعب بتاع التلج تنزل كده على طول في الخلاط تحطيها مع الليمون بتاعك. بس عايزه اقول لك بقى، لما تيجي تعملي الليمون بالنعناع ما تحطيش الليمون بقشره، قشري الليمون عشان القشر بتاعه بيمرر معاكي لما يجي يقعد، يمرر معاكي يعني لو عملتيه ساعه قبل الفطار وتيجي تشربيه على الفطار هتلاقيه مرر معاكي شويه، انما لو شلتي القشر هيفضل في الساعه مش مر ولا اي حاجه اهو. بصي بجد زي ما قلت لكم قبل كده هبهركم، يعني هبهركم حبايب قلبي جيجي. ودي بقى كانت الحلقه بتاعت النعناع النهارده، كانت حلقه مميزه جدا 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 علشان انتوا فيها، وعايزه احلى لايك لاحلى جيجي علشان دايما هبهركم ودايما هيبقى عندي كل الجديد وكل الحصري. واستنوني لسه عندي مفاجآت ومفاجآت ومفاجآت. والحلقه النهارده كانت حصري على قناه الشاشه فود من مطبخ جيجي على قد ايدي، والسلام عليكم في فيديو جديد حبايب قلبي جيجي.